يشرفنا أن يشاركنا في هذه الفقرة الدكتور كريم حمزة، أستاذ العلوم السياسية والباحث الأول بمركز الدراسات الأوروبية ببروكسل. صباح الخير يا دكتور. صباح الفل. لو حبينا نقيم أداء الرئيس خلال العام المنصرم، هناك طبعا عدة أطر ممكن أن نتحدث فيها، إطار سياسي، إطار اقتصادي، إطار أمني. أبدأ معك بالإطار السياسي، والكل يتحدث عن ملف العلاقات الخارجية وكيف أنها تطورت كثيرا خلال السنة الماضية. بسم الله الرحمن الرحيم. لو جينا لاحظنا أن من ساعة ثورة 30/6 أن سيادة الرئيس بدأ بالتركيز بالتعاون الدولي وإعادة مصر لدورها السياسي والريادي. كان في اضطراب مع العلاقات مع بعض الدول، وكان في انحياز لدول على حساب دول، وحصل بعض الاختلافات حتى ما أيام فترة الرئيس السابق حسني مبارك، وكان التركيز على نقدر نقول حزم من الدول معينة. لو بدأنا بالحزمة الأولى هي الدول العظمى اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا والصين. مصر في الأول كانت منحازة بالاتجاه ناحية الجانب، ناحية سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، وفي بعض الفترات كنا نعتبر تابعين مش شركاء في السياسة في المنطقة. حاليا حصل بعض الاختلافات في وجهات النظر، بس ده ما اعترضش ان الحكومة المصرية في الفترة دي حاولت تتعامل الموضوع بحكمة وتوازن في نفس الوقت، وحاولت تراعي المصلحة الوطنية. فحتى لو في اختلافات في وجهة النظر، بس الأولوية بالنسبة لنا ان احنا المصلحة الوطنية هي الأولى، وان احنا نخلق توازن مع الجانب الأمريكي. فحتى مع بعض الضغوط من الجانب الأمريكي على فرض بعض السياسات على مصر، مصر كانت قوية وفرضت إرادتها، وحصل التفاوض والتفاهم بما يتماشى بإيجابية في مصلحة متوازنة بين الجانب الأمريكي والجانب المصري. لو جينا بصينا روسيا، روسيا من بعد الثمانينات أو في التسعينات كان العلاقات تعتبر علاقات جافة أو محدودة. سيادة الرئيس ابتدى يركز في إعادة بناء العلاقات، وبنى علاقة وطيدة مع الجانب الروسي، خاصة الرئيس بوتين. احنا بنتكلم في عدة زيارات قام بها السيد الرئيس لروسيا، وزيارة للرئيس بوتين هو جه زار مصر، في تبادل تجاري وتبادل عسكري، يعني نعتبر نتكلم في حجم تبادل تجاري كبير، حجم الصفقات الأمنية اللي تمت احنا بنتكلم فوق $6 مليار، بنتكلم في تطوير شامل للأسلحة المصرية. فبالتالي في جانب توازن قوى، ده بيخلق توازن قوى. احنا هنا لا بنحاز للجانب الروسي ولا الجانب الأمريكي، احنا بنخلق نوع من أنواع التوازن. في نفس الوقت بنركز على التعاون مع شرق آسيا، خاصة دولة زي الصين، إن هي دولة محورية صاعدة اقتصادية، قوة لا يستهان بها. فالتركيز على التعاون مع الجانب الصيني كان قوي، في دعوة للرئيس الصيني إن هو يزور مصر قريب إن شاء الله، في دعم من الجانب الصيني في المشاركة في عدة مشروعات قومية، زي إحنا بنتكلم في 3400 كيلومتر طرق سريعة في مصر الصين ناوية تساعدنا فيها، بنتكلم في القطر السريع اللي هيبقى يربط بين اسكندرية والصعيد، في مناطق استثمارية، مناطق لوجستية حوالين منطقة قناة السويس. فبرضو التعاون مع الجانب الصيني يعتبر برضو يعني جزء مهم. فأنا لو اتكلمنا على حزمة الدول العظمى، احنا يعتبر قطعنا شوط وانجاز ان احنا خلقنا ما يسمى بالتوازن السياسي، ما عدم ولم نمشي في اتجاه الانحياز. هناك ايضا العلاقات الاوروبية والعلاقات الافريقية. تمام. لو جينا بصينا على العلاقات المتعلقة بدول الاتحاد الأوروبي، بدأنا في الأول في التعاون مع دول علاقتنا قوية بيها زي فرنسا وإيطاليا، وحجم التبادل التجاري بيننا كان بيهم كبير. كان في بعض الدول الأوروبية بتنظر أن مصر بعد 30/6 أن هي لا تتماشى مع معايير حقوق الإنسان ولا تطبق معايير الديمقراطية. حاليا لو جينا بصينا هنلاحظ أن الرئيس السيسي في خلال السنة اللي فاتت زار فرنسا وإيطاليا وأسبانيا وألمانيا وقبرص و المجر، وفي إطار أو مناقشات أنه يزور عدة دول أخرى، وهذه الدول أبدت الترحاب الشديد باستقبال سيادة الرئيس ورفعت من حجم التبادل السياسي والتجاري مع مصر. نلاحظ مثلا زيارته الأخرانية لألمانيا، احنا بنتكلم في صفقات تتعدى $9 مليار، بنتكلم ان حتى الحكومة الألمانية لو تتعارض في وجهة النظر في حقوق الإنسان، بس هي ترى ان مصر محور استراتيجي واستقرار مصر يعتبر داعم لاستقرار الاتحاد الأوروبي. فالتركيز برضو على التعاون مع الاتحاد الأوروبي ده شيء إيجابي، ونعتبر قطعنا فيه شوط.
طبعا في بعض الدول انا بدعو ان السياسه الخارجيه تركز معاها، خاصه المملكه المتحده او بريطانيا، بروكسل وهولندا، ان دي دول غرب اوروبا تعتبر كيان اقتصادي قوي فيها تعاطف كبير مع الجانب المصري، ممكن يبقى فيه استفاده كبيره جدا. فلو كلمنا بروكسل، بروكسل هي عاصمه الاتحاد الاوروبي، فالتواجد فيها هيفرق معانا سياسيا ان احنا يبقى لينا صوت. بس تقصد حضرتك التواجد باي معنى؟ تواجد سياسي، تواجد إعلامي، تواجد ثقافي، مشاركة مع الجانب البلجيكي، إن بلجيكا هي عاصمة الاتحاد الأوروبي. أغلبية المؤتمرات والاجتماعات الخاصة بالاتحاد الأوروبي تتم في بروكسل. لما جينا عرضنا ليه عملنا 30/6 وخلقنا صيغة تفاهم بين الاتحاد الأوروبي، كان في وفود بتروح تزور بروكسل. فإحنا الهدف إن إحنا ده يبقى متواصل، ما يبقاش مرة واحدة. يعني اللي احنا اللي تم حتى الآن خطوة إيجابية، بس ده لازم يبقى مستمر في عدة زيارات، سواء بقى على مستوى الرئاسة، على مستوى الوزراء، على مستوى الممثلين السياسيين. تواجدنا السياسي لسه مش بالدرجة الكافية، لازم يبقى لينا تواجد أكبر، حتى التواجد من خلال سفاراتنا في بروكسل. لينا سفارة في بروكسل، بس لازم يبقى تواجدنا أنشط من كده، ولازم يبقى أكبر من كده. الحقيقة ليهم دور أكبر من كده، لأن المجتمع في بلجيكا مجتمع مفتوح وبيحب يسمع، وبالنسبة له مصر يعني من الدول ذات الاهتمام. نفس الحكاية في هولندا، هولندا ممكن نستفيد منها جدا في جانب ما يتعلق بالمواصلات، خاصة القطارات، ان شبكة القطارات بتاعتهم قوية جدا. المجال الزراعي هم متفوقين جدا، هم يعتبروا مزرعة اوروبا، هم اللي بيغذوا اغلبية اوروبا بالمنتجات الزراعية، فممكن نستفيد منهم حاجات كتير جدا. طبعا لما جينا اتكلمنا على الجانب البريطاني اقتصاديا وسياسيا، يعني وجود بريطانيا في صفنا هيفرق معنا في حاجات كتيره قوي، وهنفرق معهم في حاجات كتيره قوي. تمام. فبريطانيا مثلا في المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، بي بي او بريتش بتروليوم داخله باستثمارات تتعدى ال 11 مليار دولار. حاليا المستثمرين من الجانب البريطاني مهتمين جدا بالمشاركه في مشروع قناه السويس، وفي اهتمام كبير قوي من السفير جون كيسن بزياده التعاون بين الجانب المصري و الجانب البريطاني. طبعا في بعض المطالبات في البرلمان البريطاني بدعوة الرئيس السيسي بزيارة بريطانيا، كل ده بيدعم العلاقات. طب ليه مصر مهمة لدول الاتحاد الأوروبي؟ مصر مهمة إن هي دولة محورية، وفي نفس الوقت دولة ذات صوت معتدل بالنسبة للدين، إن هم دلوقتي في قلق من التوتر اللي موجود في الشرق الأوسط، الهجرة غير الشرعية، ما يتعلق بالتطرف الديني أو بالتطرف الإسلامي. فبالتالي مصر ممكن تكون دولة يعني ذات قدرة على كبح حدة التطرف الديني، وده اللي قالته السيدة ميركل، إن مصر هي اللي بتحارب الإرهاب حاليا، اللي هو بيهدد أي دولة، مش بيهدد دول الشرق الأوسط بس. لو جينا بصينا على الدول العربية، طبعا في الفترة بالذات ما قبل 2013 علاقاتنا بالدول العربية كانت مضطربة جدا. سيادة الرئيس ركز ان هو خلق تحالف مع الدول العربية، خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن. الدول العربية بتتعامل معنا من مبدأ الأشقاء ذو الاحتياج المشترك، احنا احتاجناهم، هم وقفوا معنا في 30/6، ولا يمكن ان ننكر ذلك. وطبعا لازم نذكر الملك عبد الله رحمه الله، ان هو يعني اول ملك او اول رئيس وقف مع مصر وقفة لا تنسى، يعني لا ما ينفعش ننسى مجهوده معنا. تمام. فبالتالي المشاركة العربية من مصر والدول العربية بالذات يعني نعتبر نقول يعني تفوق عادي، ان احنا دلوقتي بيبان في الشدة الاخوة لما بتقف مع بعض. يعني حتى لو في اختلافات في وجهات النظر او في السياسة، الناس يعني الدم بيحكم. يعني هنا طبعا بنتكلم ان في تعاون اقتصادي وسياسي، ودعمونا كتير اقتصاديا وسياسيا، وبالمقابل مصر بتحاول تدعمهم امنيا وعسكريا. فاحنا مثلا مصر شاركت السعوديه في حرب اليمن، مصر بتعمل قوه مشتركه مع الامارات وبحرين، يعني بسبب التهديدات المتداعيه من الجانب الايراني او بخلافه، مصر بتعمل قوه مشتركه مع الاردن فيما يتعلق بمكافحه الارهاب. كل ده بيعتبر برضو انجاز. طبعا مع الكتر التوترات اللي هي متعلقه بالعراق وسوريا وليبيا، مصر بتحاول تخلق عمليه متوازنه، ان هي لا تنحاز على حساب اخر. وطبعا لما
بيتعرض الامن القومي المصري لتهديدات بيبقى فيه رد رادع وقوي، وده مطلوب. والدليل على كده ساعه لما المواطنين المصريين 21 مواطن مصري تعرضوا لعمليه اغتيال في ليبيا، مصر قامت برد عسكري قوي في ليبيا، وبالتالي ده يعني من ضمن الردود المطلوبه. فاعاده هيبه الدوله في المنطقه، واعاده هيبه الدوله عالميا، واعاده ترتيبها عالميا، ده كله ده بيفرق. طيب لا يمكننا ان ننسى العلاقات الافريقيه، بالذات ان احنا بنستضيف حاليا مؤتمر التكتلات الاقتصاديه الثلاث، وطبعا هذه تعتبر حلقه من حلقات التفعيل المتزايد للعلاقات المصريه الافريقيه. بالنسبة للدول الأفريقية، أول دولة أحب أتكلم عليها هي السودان. إن السودان برضو كان فيها علاقات مضطربة معها في بعض الفترات، بس نلاحظ إن سيادة الرئيس ركز على استضافة الرئيس البشير لمصر، شاركوا في احتفالات الرئاسة، تم ربط العلاقات مع الجانب السوداني. نلاحظ برضو إن مصر بتحاول تستعيد دورها في الجانب الأفريقي، إن إحنا برضو نعتبر في أيام فترة الرئيس الأسبق حسني مبارك تراجعنا في التواجد في الجانب الأفريقي، وده أدى إلى أخطاء سياسية واجتماعية واقتصادية، لأن أفريقيا تعتبر سوق مفتوح بالنسبة لنا. الدول الأفريقية قريبة مننا في حاجات كتيرة، في أساليب تعاون كبيرة ممكن نستفيد منها، نعتبر سوق متبادل في تبادل للعناصر. طبعا وجود اقتصادي وسياسي في الدول الأفريقية خاصة دول حوض النيل بيفرق معانا في تأمين منافس حوض النيل. سيادة الرئيس كان حكيم جدا في التعامل مع الملف الإثيوبي ومع سد النهضة، فيعني مع كل الادعاء بالتوجه إلى حل عسكري أو خطوة عسكرية في الأول، لا، هو رفض المبدأ ده، هو فتح المبدأ السياسي الأول. لما المواطنين الإثيوبيين تعرضوا للاختطاف في ليبيا، مصر شاركت في فك أسرهم والمحافظة عليهم على أساس أن هم كأنهم مواطنين مصريين، فدي رسائل بتربط العلاقات مع هذه الدول الأفريقية. فيعني الخطوات اللي تم بالنسبة للجانب الأفريقي قوية، بس مش كافية، لازم يبقى فيه تبادل اقتصادي أكبر بما يتماشى مع المصلحة المصرية.